بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتشرف كحملة رسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي ان احنا نحضر في المركز القومي لنقل الدم للتبرع بالدم نصرة ومساعدة لإخواننا في فلسطين والموقف المحرج اللي هم بيتعرضوا ليه. والحقيقة ان وقوفنا مع إخواتنا في فلسطين هو موقف ثابت للدولة المصرية، موقف ثابت على المستوى الإنساني، موقف ثابت على المستوى العربي، موقف ثابت على مستوى الأمن القومي. احنا هنا بنحضر بصفتنا كأعضاء في الحملة الرسمية وكمواطنين مصريين محبين لإخواننا في فلسطين، وده الحقيقة يعني تصرف نابع من القلب. وبندعو كل مواطن مصري قادر على التبرع بالدم ان هو ينزل ويعمل زينا، علشان في هذه المواقف يعني المواقف تبين الرجال وتكشف المعادن. ويعني ياريت كل المصريين في إطار حملة موسعة يتبرعوا بالدم. إن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ إخواتنا، وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر، والأمور إن شاء الله يعني بفضل قيادتنا الحكيمة الرشيدة الواعية يعني المواقف دي كلها إن شاء الله تعدي على خير وسلام لمصر والمصريين وفلسطين ويعم السلام. رئيسنا امبارح كان لديه كلمة قوية واضحة المعالم وواضحة الخطوط، رسمت الحدود ولا كلام بعد هذه الكلمات. شكرا جزيلا لحضراتكم، أدعوكم من خلال وسائل الإعلام المختلفة أن نحفز المصريين جميعا على الوقوف بجوار إخوانهم الفلسطينيين وأن يتبرعوا بالدم، وأن يعني نزيد من أعمال الخير والتنمية في هذا المجال. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا.